ميشيل بخاف من الفرودي. مرة استضافني عنده بعد فيه استضافني عنده قال بالاخر بدنا نعمل عركة هيك فجأة هو معي فرد انا بيطلع صوت بلش يهرب مني بالاستديو سامي خيار هلا بتجي الفرصة وبتلعب وخلينا نكفي طيب شو لحظة شهاب فكر بطلع برا بما انه تحمسنا هلا بطلع ما عم بسمع اذا شو ضرب بدانتي عمل معروف منى بالاذن مني ومن باسم اذا بتاخذوا لنا كاميرا هاند هيلد نطلع بنلعب بالبارتي برا خليه يشتغل كل شوي اطلع دارين برصيدك لليوم ثلاث البومات وحوالي 11 فيديو كليب صدفه جمعتك بشركه ليا برودكشنز وبتقولي انه هالشركه تاسست كرمالك وانتجت لك كل اعمالك ليش عندك شعور انه في حرب روتانيه ضدك؟ لمست عده اشياء صارت معي وتاكدت انه المحاربه هي من شركه روتانا يعني اولا صار معي شغله وقت كان عندي حفله بدبي عيد الفطر كان في كثير فنانين وفنانات موجودين بالمهرجان فانا ما عرضوا لي ما حطوا لي اسمي بالاعلان ما وضعوا لي اسمي بالاعلان وعملوا للكل اعلان معدي انا بالرغم من هذا الشيء كله كملت وغنيت وكانت حفله كثير ناجحه كمان كنت باحتفال المراكز دور عم بستلم الجائزه بتعرفي اخر الاخبار اكيد بتعمل انترفيو مع كل مزبوط. الضيوف فعملوا معي كمان انترفيو عرضوا الكل وكمان ما عرضوني انا ما كانوا في فيتو عليك ايه طبعا فعدت اشياء كمان كان عندي مؤتمر صحافي كانوا يجوا يغطوا يعني يجوا يغطوا الحدث يلي بكون فيه موجوده بكون عندي مثلا توقيع الالبوم تبعي ما في تغطيه لا كان في تغطيه يجوا يغطوا الموضوع الحدث يعني يلي بكون فيه بس ما كانوا يعرضوه على التي في فيديو كليباتك بعيده عن الاغراء واخر كليب لك هو بعنوان نحن بالبترون والاغنيه كلمات والحان جورج كرم والكليب اخراج انجي جمال رح نشوف سوا هالكليب أوكي. بس بدي اطلب منك قبل تطلعي بكاميرتك وبس تضوي احمر بتقولي بلاير باسم اوكي بلاير باسم لا من عائلة مؤلفة من أربع بنات وصبي كارين نسرين دارين زينة وسمير بيك حبيب حتشيتي قدم على استوديو الفان وعملتي مثله وحصلتي على الميدالية الذهبية بتقولي البرونزية باردون شو اسمهم الأولاد شو اسمهم دارين وكارين كارين كارين نسرين نسرين وآخر وحدة زينة سمير زينة ليه زينة ليش مش بالإين بدك تسال البابا مثلا تلحين تيجي الصبي لان هول الاين اين اين كان عم يضل يجي بنات كسر بزينة اجى سمير زينة اجى الصبي ما في غير هيام لقطتها للقصة زقفة لهيام زقفة لهيام زقفة لزينة وزقفة لزينة هلا انه هي كسرت وزقفة لك انه فكرت بزينة
وزقفه لسمير الصبي الوحيد يلي ما كان ما راح اخليك تحكي. زقفه لإلي لانه انا عملت المداخله. صح. وزقفه لإلك كمان مره ثانيه لانه اسمك ممكن تسقريه بعسمير. وزقفه لبرنامج حديث البلد. وزقفه لإلهم حتى يخلونا نكفي. وزقفه لإلي خليني اخفي. وزقفه لدارين. ما عندك مصلحه تقعد بالنص. سامي زقفه لإلكم هلا مثل الشاطرين رح تسكتوا بدها تسكتوا. زقفه للسكوت. هلا بيعطوني مصلحه اصلا. هديك المره سامي خياط. سامي خياط. اقعد محل هاني العمري. عم بقول له ما له مصلحه يقعد بيناتنا. لا بالصف بس اثنين يكونوا شاطين بيبعدوهم عن بعض. منى هذيك المره اعطيتوني كارت ضيف دائم، هالمره ضيف اخر مره. زق لإلي هذا. ميشيل بدك تكتب كلمه، بدك تكتب كلمه ضيف دائم 300 مره كل حرف بلون. جيب لك اياها بكره على الحلقه الجايه. اذا بتجي الحلقه الجايه. لا هلا. بلش هلا. ما رح يكفوا اذا هيك، رح يوقفوا البرنامج. دارين بيك حبيب حتشيتي قدم على استوديو الفن وعملتي مثله وحصتي على الميداليه البرونزيه، بتقولي انه من استوديو الفن اخذتي خبره وما اخذتي شهره، ليش؟ لانك اخذتي البرونزيه؟ لا ما خاص، بس برنامج استوديو الفن بيعطيكي خبره اولا قدام لجنه كثير كبيره، وتقريبا سنه عم نصور الحلقات يعني. الحلقات شو جايبني تزبط. ايه مثل بعضهم، فأكيد أعطيني خبرة كتير كبيرة، بس أكيد ما الاستوديو الفن ما بيعطي شهرة. يعني بيعطيكي خبرة إنه تتشجعي أكتر، تمضي مع شركة، وهذا اللي صار يعني. أنا عملت الخطوة الأولى على القليل طبعاً. اليوم كيف التحضيرات لاستوديو الفن جهاد المر؟ قرب استوديو الفن وبتصور رح يكون شغلة حدث مهم على الام تي في، مثل عدة برامج هلا بلشت، بس ناطرينه لانه هيدا بتصور بالجري جديده، اخر برنامج رح يبلش يعني من هلا لاسبوعين ثلاثه بيكون على الهواء ان شاء الله. دارين من انت صغيره بتحب الغنى وكنت تلحني دروسك حتى تقدري تحفظيهم، نحن جايبين لك هلا درس جغرافيا وبدنا اياك تقريب بالالحان، بدي اعزفك هلا. يلا نحن ماتيماتيك بنبلش. انت اكتب القصاص. نحن عندنا قصاص. بلش بالقصاص وانا بزقف لك على كل خطوه. ميشيل بدها تلحن، بدها رواق. يلا تلحين. يكا لبنان. يلا استني هو خلص. لا مش هالقد يعني بلحن، بس انه كنت يلا اطلعي فيها مع ميوزيك قد ما بتقدر. نحن بنعمل لها شوقة. يلا يكا لبنان في غرب قارة آسيا. حلو. على الساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يحده من الغرب ومن الشمال والشرق، تحده سوريا ومن الجنوب تحده فلسطين المحتلة. بس خلص. حلو. برافو. إذا بدك توزيع هلا يعني إذا بالروتريت شوف قد ايه بياخذ معه وقت. أيوة أيوة. بسجلها عند جهاد. خلص هيدا مشروع شبيت الدور هلا.